السلام عليكم، معكم منذر من قناة انفنت جيم، واليوم رجعنا لكم في فيديو جديد من لعبة العالم الخارجي. طبعا كنا واقفين في هذا المكان من بعد ما تكلمنا مع هذا الشخص، ومثل ما فتكم بانه هذه اللعبة يا جماعة في اربعة انماط، يعني ممكن انك انت تكون الشخص الودود، الشخص الشديد اللي هو يعني مقاتل، او انك انت تكون مجنون، او انك انت تكون شخص ذو شخصية قوية. فخلونا نكمل نكتشف. اوكي، فالحين وش اللي جالس يصير؟ alright. طبعا الحين يعلمونا كيف طريقة المقاتلة، فعلى سبيل المثال عندك هذا. طبعا يا جماعة يعني هذا ممكن يكون عنده أغراض ولا وش؟ أوكي عنده أغراض، شليت أغراض ماله. والثاني وين الثاني؟ وين الثاني يلا؟ وش الأغراض اللي ممكن أشله؟ أوه موز وطعام. اوكي هذا هو الستور اتوقع، هذا الميديك. يعني في اشياء ممكن انك انت تجمعها في هذا المكان. طبعا مثل ما ذكرنا يا جماعه، لعبه من نوع الار بي جي، العالم المفتوح، عباره عن كوكبين، يعني كوكب يعيش فيه السبات والنبات، وكوكب فيه الاشرار والوحوش والمتوحشين والشريرين. هذا نفطه بالراس، راح يستخبي لكن ما علينا. لا لا هات هات ما عندك. اوه عنده اغراض، هذا عنده اغراض. وانت عندك ايه؟ هات يلا. اوكي هذا تنفس سلو موشن. اوكي الحين عندنا سلاح واحد طبعا مثل ما شايفين. والله انا احب الالعاب الخياليه، هذا اللعبه شباب ممتاز للناس اللي تحب this kind of gaming. اوكي هذا الالعاب. ها ما هذا، ما هذه الباخره؟ يس واتساب. Talk. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's oh my god. Marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gull on that rung leech. Oh my landing god. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. شامبلا الاوت. طبعا مثل ما خبرناكم جماعة الحين مهارات التواصل، فأنا راح أختار مهارة التواصل. So I found one of your entertainment holder in your cafe. فنحن بنتكلم عن الولد اللي حصلنا قبل شوي. How is he? Billing is yes. Well, that's a relief. You don't want to know how much paperwork's involved in paying off a gravesite fee. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. اوكي انا احاول طبعا اعمل صداقات، فتواصل مع الناس ممكن تسوي لي صداقات. انت وش عندك؟ اوي اوكي شكرا. طبعا هذه اللعبه يا جماعه لازم انك انت تكون صداقات، لازم. هذه السفينه اتوقع بيكون يعني نحن عندنا سفينه كذلك، فأتوقع أحتاج إنه يكون عندي يعني كابتن ومرافقين. الجماعة الضرب في الرأس يأثر، ترى الضرب في الرأس يأثر.
يعني ممكن يدمج كثير. هذا ما عنده شيء، زطي هذا. وين في واحد كان حقير؟ تتمسخر معي ولا ايه؟ طبعا انت لازم يكون عندك كرو، واللي هو فريق كامل متكامل. فانا هذا اللي احاول اسويه الحين، اراويكم ماذا هذه اللعبة يحمل. طيب، فهو عبارة عن سفينة فضائية. واو واو، what are those? Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Hello, please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. طبعا الحين انا احاولني اتعرف على المدام. والله خلينا نسألها وش هي تسوي اصلا، وش شغلها. عصبت والله. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ha, Alex, my name. تنادينا طبعا على النيم اللي انت اخترته، انا اخترت اسم Alex، فهي تنادين على Alex. فأنا كنت أخبرها أن أبغى أطير هذا السفينة. However, I am sorry. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. Honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Yes, I understand. I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. You are welcome. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. طبعا هي تعطينا تقارير مال الشيب نفسه، السفينة نفسها. خلينا نسأل وش اللي صار بالضبط. The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Yes, I understand. It is difficult for me to do so. I am programmed to accept commands from Captain Alex Hawthorne, after all. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Yes! لقد تلفلنا. Okay. طبعا هذا The navigation console is offline at this time, Captain. يعني بالمختصر هي هذه المسؤولة عن السفينة نفسها، عن التحركات، هي عندها أوامر. بصراحة شيء خيالي، شيء من الشيء يعني من النطاق البعيد. فخلونا نكتشف قليلا وماذا يوجد في هذه السفينة العملاقة. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. أوله. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone. But he always had me. I suppose everything on the Unreliable belongs to you now, Captain. Help yourself. No, really.
طبعا الحين ما بقينا الا انا. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. هي وهذا في شيء ناقص يحتاج ان نركبه لان الماكينه ما راح يشتغل. طبعا السفينه مدمره يا جماعه فاحتاج انا اعيد تصليحه واعاده بنائه. فخلونا نكتشف كيف ممكن نسوي هذا الشيء. If your equipment is in need of repair or modification. اوكي. طبعا هذا اتوقع الاسلحه المتوفره. هذا الأسلحة اللي عندي والأغراض اللي عندي. طبعا هنا ممكن انك انت تجمع اي شيء عندك مثلا الأغراض. هذا سلاح ممتاز. خلونا نشوف وش الأشياء الموجودة. Oh my God. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, Mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. I don't have a job. I'll wave your fee since you helped us with those marauders. If you're looking for work. Talk to the constable down in Edgewater. She's got a bounty on marauders. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. طيب يا جماعة الحين نحتاج ان نحن نكتشف المكان. خلونا نشوف ماذا يوجد في هذه اللعبة وهذه المنطقة. طبعا مثل ما نعرف الحين نحتاج ان نكون علاقات وصداقات. بيكون عندي سفينة على حسب علمي فاحتاج اني انا يكون عندي معي كابتن وهذا الامور. لا حول الله. Oh my god. Oh my god what happened. ياقف لا لا والله جيت مكان غلط والله لا لا يا جماعة لا يا جماعة المكان ده مش كويس والله خوفوني يا جماعة وادل اختفيت تقول لي وابوي لا 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 اوكي سوري 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 طيب وش المطلوب مني يا زبالة هذا وش بيعطيني الله أكبر عليه أنا كيف أتنقل كذا لا ويل ايوه استطعنا الشردة هذيلا هذيلا مع من؟ معاي هذيلا مع من؟ أنا أجرد أنا علي أروح أيوة هو ده المكان أوكي شو والله خوفوني واتساب Don't go ambling out in those hills واتساب Marauder territory friend أوكي
My boy, how was your nor Masharindanga? You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. طبعا يا جماعة لازم نتخذ القرارات الصحيحة ونختار الأجوبة الصحيحة بعناية. I am employed by the retirement department of Spacer's Choice. That's fancy talk for working in the cemetery. Name Silas, junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Okay. This place looks like failing to price. Heard a lot of new workers say that. First time they set eyes on Edgewater, they'll say, well, I can't work here. I don't belong here. Well, we do belong here. The Spacer's Choice family takes care of us from the cradle to the grave. As long as we provide our own cradles. I will be on the way. طبعا يا جماعة شوفوا هذه اللعبة بالمختصر. انت مش الشخص اللي منتظر. يعني انت مش هيرو, مش بطل, مش ولا حاجة يعني. فممكن تختار تكون بأي شخصية. فشي راجع لك. يعني أي شيء أنت تريده ممكن تسويه. أنت تتحكم بالأقوال, بالأفعال, بالكل حاجة أنت تختاره. هنا مش شيء يعني مثلا مش ان امبوسيبل ينتظروك تخلص مهمات وكذا. لا عادي. ار بي جي. اختار يعني على مش ولا حاجة. فأنا راح أكون الشخص, وش رأيكم؟ كل واحد يكتب لي وش الشخصية المفضلة اللي راح أكون في هذه اللعبة. Don't forget to double up. اكتبوا لي تحت في التعليقات يلا. انزين يعني أنا ما أقدر أمشي بدون ما أرفع السلاح, وش هذا تو؟ كذا أخوفهم أنا والله, ما حد بيصادقني. إيه ده؟ إيه الكمبيوتر ده؟ يا جماعة إيه ده؟ سو لوجن اوكي. هذا هو الكمبيوتر. الله عليك, موسيقى. هناك موسيقى. ايه ده؟ Okay, وصلنا يا جماعة. Yo. Argo, seems we've got a guest. Guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. أول ما حد خبرنا إنك أنت جاي. وش أصفق كفنا تو. I'm Reed Thompson, outpost administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. أوين أنا ما عندي يونيفورم أوين. Shirt, pants, work boots, company approved colors. The honorable apparel of a loyal worker. يا جماعة قاس يتكلم معي بوقاحة والله. راح أعاملك بالسوء. أنا برد علي رد قوي. I think may you have a wrong idea about me. Yo. Toot. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Talk to the hand, man. Talk to the hand. My ship need repair. أنا أحتاج لتصليح العربية والله. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. أنت الميكانيكا؟ Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. يا جماعة عرفكم الميكانيكا. Pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator, but I happen to know of another one. هي دي الميكانيكا. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. هو ده الميكانيكا يلا. اوكي تو يعني مو اقول لك والله زعلتني. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power shut down, you can have their regulator and be along on your way. طبعا ما يريدوا يتساعدوا معي فيطرشوني اني اسوي الشغل وحدي فانا زعلان يعني. The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice.
lit up the whole Vale once upon a time. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. هذا عم يحرق كثير. Can't you find me someone to people the planet? أيوة هذا ممتاز. I'm afraid I can't spare the workers. We're strapped for bodies as it is. And there is a small element of personal danger. What kind of danger? Can I take care of myself? Yes. I appreciate your gallantry. Yes, yes, yes. You deserve my honesty, and so I will be plain with you. Shut up. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited. إنسان وقح. There are people who live there. I don't think there is people will... Yes, power. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. شوفوا مهاراتي في التواصل والله. If you want me to solve your distant problem, I charge by the head. Good Lord, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. يعني مؤسف صراحة مؤسف. Of course, I understand completely. Here, let me give you the passcode to the geothermal plant. A sign of good faith for so politely listening to me as I ramble on. Are you setting off for the Vale? Because I know my way around. I mean, in case you want a guide. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holt. ما هي ما عجبها فيني على فكرة. She is talented. And may prove useful to you. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you. شوفوا كيف بسبة المهارات اللي متمكنها لقد جلبنا الحظ. فالحين يا جماعة قدرنا التواصل وحصلنا على هذه الشقبة هي اللي ميكانيكا مالنا. فأتمنى أن عجبك هذا الفيديو يا جماعة. اضغط لايك إذا ما عجبك، اضغط لايك، اشترك إذا أنت ما مشترك. إلى أن نلتحق في فيديوهات قادمة. سلام.